ناس غريبة في 2023، طبعا كلهم تعلمت منهم. وأنا ما أعرف ليش عندي طبع، يعني الحمد لله هالطبع زين أن أتوسم في الناس خير. لو ناس اختفت من حياتي بأذية ورجعوا يتوددون أفتح مجال، لأن أقول سبحان الله نحن منو عشان نحكم على البشر؟ يمكن تحسن، يمكن نفسيته أحسن، لكن طبعا أحط حدود وخلي عيني شو مبطلة، أشوف شو اللي بيستوي. ألاقي فعلا أن هالشخص دخل عشان يبى شيء حاية، والحاية هاي عندك أو عندك. ولما يطلب الحاية هذه وأنت ترفضين بأدب، هني الدنيا تكبر وتحسين بديتي تشوفين، يعني قمت أشوف البشر بتمعن أكثر بعمق. يعني الحين أي حد يمر صوبي أشوف، ما أشوف بس الوجه، حتى الكلمة قمت أرى يعني أحللها، أشوف ما بالداخل. هالشي ترى متعب، بس دام إنه في صفاء وفي نية للعطاء والخدمة تبخير.